اولاد الامام علي مكتوب رضي الله عنه صلوات الله عليه كم وما هي الحكمه من حصر اثنين من الابناء من ضمن اهل البيت دون البقيه لا نملك معلومه دقيقه عن عدد اولاد امير المؤمنين من الذكور او من الاناث ولكن بالمجمل حينما يتحدث علماء الانساب وكتاب السير عن عدد اولاد امير المؤمنين المشهور البعض قال اكثر من ذلك البعض قال اقل لكن المشهور المشهور في كتب الانساب والسير عدد اولاد الامير خمسة عشر هذا هو المشهور نحن لا نملك دليلا قطعيا على هذا الموضوع تفاصيل التاريخية لا نستطيع أن نقطع بها ولكن هذا هو المشهور عدد أولاد الأمير خمسة عشر هناك من قال بأن عددهم أكثر من ذلك وهناك من قال بان عددهم اقل من ذلك ولكن هذا هو المشهور في كتب الانساب وفي كتب السير على ما يعلق في ذهني وخاطري اما ما هي الحكمه من حصر اثنين من الابناء انهم اولاد فاطمه هذه الحكمه اولاد فاطمه وانتهينا يعني هل هناك من حكمه اخرى وراء هذا هم اولاد فاطمه <applause> هناك قضيه مهمه قد لا ترتبط بهذا السؤال السؤال عن الحكمه في كثير من التفاصيل الدينيه وفي كثير من التقديرات الخلقيه والسنن الكونيه يمكن للمتحدث ان يتحدث عن الحكمه في الموضوع الفلاني كذا وكذا ولكن السؤال هل هذا الذي نتحدث به عن الحكمه المرتبطه بالتشريع الفلاني او بالتقدير الفلاني او بالسنه الكونيه الفلانيه هل هذه المعلومات التي نطرحها هي المعلومات الحقيقيه الكامله النهائيه الجواب كله وانما نحن ندور في احسن احوالنا حول الموضوع نتحرك في جوانبه انا اسالكم الان اذا ما اردتم ان مثلا ان تفتحوا اي جهاز من الاجهزه جهاز الموبايل اذا اردتم ان تفتحوا الجهاز وان تدخلوا الى مكوناته التكنولوجيه في داخله لا تعرفون لماذا ركب بهذه الطريقه ولماذا صمم بهذا التصميم وحتى لو اخذتم الجهاز الى مهندس خبير فانه يعلم شيئا عن الموضوع لعلمكم الان مثلا في عصرنا الحاضر الان من المشاكل التي تواجه مثلا الشركات الكبيره مثل شركه المايكروسوفت مثلا من المشاكل التي تواجهها اتساع الشركه ووجود مؤسساتها في دول عديده الجهاز الذي تصنعه هذه المؤسسه لا يصنع في مكان واحد التصميم الاصلي ياتي من بلد ربما من فرع للمؤسسه مثلا في تايلاند اعطاء القرار بالموافقه على هذا التصميم ربما ياتي من مؤسسه اخرى قد تكون في احد دول اوروبا الغربيه بدايه الصناعه يكون في مكان وهذه القطع كل مجموعه تصنع في مكان وبالتالي المهندس الموجود بين ايدينا لا يعرف شيئا عن كل التفاصيل هذا اذا كان الامر يتعلق بشيء دنيوي محدود قطعا هناك جهه هناك مركز هناك اشخاص يعرفون كل التفاصيل ولكن هذه المعلومات ليست متوفره للجميع هذه معلومات ترتبط بهذا الجهاز او بهذا المخترع او بهذا التصميم يعرفها مجموعه محدوده هذه قضايا محدوده جدا في عالم محدود جدا فحينما لا نعرف الحكمه لا يعني ان الدين ما هو بحقيقه لان هذا الكلام قد يطرح بما اننا نجهل الحكمه في هذا التشريع او في ذلك الامر فهذا يعني ان الدين ما هو على حق ما هي الدنيا قائمه على كل هذه التفاصيل هذه القوانين التي تشرع في البرلمانات في المؤسسات القضائيه في اي جهه من الجهات لها خلفيات ولها معطيات لا نعرفها نحن ولا يعرفها المختصون ايضا بكل تفاصيلها، يعرفون جانبا منها لا بد ان نعرف من اننا لا ندرك تمام الحكمه لا في القضايا التشريعيه وفي التفاصيل الدينيه ولا حتى في مجريات التقدير الرباني ولا في السنن الكونيه ما نعرفه لا يعد بشيء وانما هي معلومات في جوانب الموضوع كما يقال من اننا ندور في فلك الموضوع هذه هي الحقيقه من الاخر وان كان الانسان بامكانه ان يتحدث وان يتحدث ولكن الحقيقه من الاخر هي هذه في برامج سابقة ربما تحدثت عن هذا الموضوع حين كان السؤال لماذا عدد الأئمة اثنا عشر الذي وضع نظام الإمامة جعلهم بهذا العدد لماذا لا تعترض على شركة ابل التي وضعت لك اثني عشر زرا في جهاز الموبايل لماذا لا تعترض عليها؟ هل اعترض احد؟ ما هو موجود اثني عشر زر من الواحد الى التسعه والصفر والمربع والنجم لماذا لا يعترض احد عليه؟ لماذا لا يعترض أحد على مفاتيح القدرة الموجودة في الكيبورد عددها 12 هل سمعتم أن أحدا اعترض عليها؟ لماذا لم يعترض أحد على عدد النجوم في عالم الاتحاد الأوروبي 12 عشر نجمة لماذا لم يعترض عليها أحد لا عدد دول الاتحاد الاوروبي بهذا العدد لا في البدايه ولا الان، لماذا لم يعترض؟ لان المصمم انطلق من حكمه معينه نفس الشيء القضيه ما هي, هي هي الامر هو هو المصمم هو الذي صمم هذا العدد لا تستطيع ان تعترض على مصنع جهاز الموبايل وحتى نفس الشيء التليفون جهاز التليفون والبقية الأمر هو هو لماذا لا نعترض على أرقام الساعات أليس عدد الساعات عدد الساعات 24 ساعة لماذا ترقم إلى الرقم الثاني عشر لماذا لا نعترض على هذا ونقول لماذا لا ترقم الساعات إلى أربعة وعشرين ما هو المصمم المخترع يرى أن الحكمة وأن الفائدة وأن المنفعة كان في الجانب التقني أو الجانب الاقتصادي أو, أو, أو الجانب الفني والجمالي إلى مجموعة أمور ما هو الأمر هو هو نحن الآن في وجوهنا في وجوهنا هناك في وجوهنا ورؤوسنا رجالا ونساء هناك شعر يطول بسرعه يحتاج الى قص وهو شعر الراس مثلا وربما عند الرجال شعر الشارب واللحي شعر الراس عند الرجال والنساء يطول بسرعه يحتاج الى قص والى تشذيب وهناك شعر يطول ببطء وهو شعر الحاجب شعر الحاجب يطول ولكنه يطول ببطء وهناك شعر لا يطول اصلا وهو شعر الاجفان لا يطول ولا يقصر فشعر الاجفان لا يطول ولا يقصر وشعر الحاجب يطول ببطء وشعر الراس يطول بسرعه هناك حكمه ربما ندرك جانبا منها ربما نتحدث عن هذا ولكن القضيه ابعد من ذلك فهناك ما يسمى بالحكمه المجهوله والحكمه المجهوله هي الحكمه التي تكون خاصه بصاحب الحكمه بالحكيم الاصلي هناك حكمه مجهوله ونحن يمكن ان يتجلى لنا ما يتجلى من المعاني التي هي في جوانب الموضوع